صلى الله وسلم على نبيه الكريم. شيخ إني باسمي وباسم السادة حضور جميعهم من الوطنيين ومشاهاة وفاعلين سياسيين ورجال أعمال وغير ذلك، نرحب جميعا بالمرشح السيد محمد ولي الشيخ محمد أحمد ولي الغزوان، ونرجو من الله العلي القدير جل جلاله أن يتم حاله على حال مبارك، وذلك ما تعودنا من الله عز وجل في عامة الأمور. وإنا نعلن من هذا الوقت العمل التام له، ونهنئ السيد الرئيس محمد بن عبد العزيز على ما فعل من التزامه بعدم خرق الدستور رغم المبادرات ورغم الطلبات التي وجد، لم يزنه ذلك عن عدم تغيير الدستور، جزاه الله خيرا. وأود أن أذكر هنا أن موريتانيا من خيرة الشعوب لله الحمد، ومن أشدها تعاطفا، ونريد زيادة ذلك إن شاء الله.